قناه اخبار. مرحبا بك في قناه اخبار الفجر المغربيه. مرحبا بكم عندنا في نادي القناه. حسان، كنت كتنتظر الفرصه ديالك في مجموعه نادي القنيطري، واش جات هذه الفرصه ولا باقي؟ واه جاتني هذا العام بالضبط، جاتني الفرصه ولعبت شي ماتشات، كنت من ضمن التشكيله الاولى، لعبت شي ماتشات والحمد لله حققنا فيهم الفوز وجبنا فيهم نقاط بعدا وفرحنا الجمهور بهم، ودرت هذا العام ماتشات بعدا الحمد لله. لعبت في التشكيله الاولى وما عندي حتى شي مشكل، اللي جا مدرب قلفني ولا جا مدرب ما لعبنيش، ولا كل اللي كيجي كيلعبك كل اللي كيجي ما كيلعبك. وهذا علاش راجع؟ ها؟ علاش راجع هادشي؟ انك واش المستوى ديالك كيطلع ويهبط ولا هي اختيارات؟ كنجي لونطريمون ديالي كنكون المستوى ديالي مزيان، على اختيارات المدرب شنو كيبغي، لا على حساب اللاعب شنو كيبغي يدير كذا. انا كنتريني مزيان، بعدا كندير هذيك الخدمه ديالي كنجي كنطبقها في التيران، كان كيبقى الاختيار الاول المدرب، فهمتي. هذا العام لعبت مع تروا ديال لي زونترينور، لعبت معهم، لعبت مع جوج، لعبت وهذا ما كتبش، ولكن الحمد لله مع التشكيله. اذا انت راضي على التواجد ديالك داخل النادي القنيطري؟ الحمد لله راضي مزيان الحمد لله. العقد ديالك باقي ساري مفعول ولا في النهايه ديالك؟ مازال ليا موسمين مع النادي القنيطري، العام الجاي والعام الجاي، وكنتمنى تحسن ان شاء الله الوضعيه ونطلعوا للقسم اللي كيشرف النادي القنيطري هو البروميير سيري بالضبط، وكنتمنى من الاعماق قلبي تطلع البروميير سيري، هذا الشيء هو الفرحه ديالي انا يا بالي. شكرا. هاني ماشي مشكل. شكرا. الله يعاونك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.